انا يوم اول امس تابعنا يعني صور وصلت لنا حق مهاجم الرائد. اتمنى بس مخرجنا يعرض الصوره. ومهاجم الرائد نيكوليتش في مباراه الهلال، اذا الصوره عنده. مشكور مخرجنا. طبعا نيكوليتش تعرض، شفتوا هذه الصوره. انا اتمنى من اخوي مبارك الدوسري بس يطمننا على لاعب الهلال، يعني ان شاء الله ما يكون تعور، لانه واضح تدخل لاعب الرائد كان عنيف يعني. ولا ايش رايك يا اخوي مبارك؟ وانا اشوف يعني ما ادري بعدهم راي الاخوان الهلاليه واخوي مبارك، ان المفترض اللاعب يتوقف لاعب الرائد، لان واضح انا وجهه نظري ان تدخل لاعب الرائد يعني قصده يعني في نوع من التعمد والايذاء. ولا ايش رايك اخوي مبارك؟ ممكن يعني تفيدنا في هذه النقطه. واتمنى من الاخوان ايضا يشوفون لجنه الانضباط، يشوفون لاعب الرائد يعني هل كان فعلا متعمد يبي ياذي لاعب الهلال. وانا اتوقع يعني اتوقع لو هذه الصوره يعني يعني خلينا نقول ماخذه حقها شويه كان عموما ما ابي اتكلم في الموضوع. لكن مبارك الدوسري علق على الصوره، يبا قول ما احد الاخوان يقول هذا امر طبيعي في كره القدم الحالات هذه. شنو لاعب